أولا تحية لك ولمشاهدي قناتكم الكريمة، وتحية للطاقم الفني. نعم، قد تحتاج أكثر من 5 جولات أو 10 جولات أو 20 جولة، لكون الخلاف مضى عليه سنين طويلة، واستخدم العراق للأسف هي ساحة تصفية بين الدولتين، بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية. ما يقوم به الكاظمي الآن دور مميز ودور بصراحة جميل جدا، هو تصفية الحسابات والعودة إلى طاولة الحوار بين المملكة العربية السعودية كجارة للعراق وبين الجمهورية الإسلامية كجارة للعراق. بصراحة يعني بصراحة نحن فخورين بأن يكون لدينا رئيس وزراء يمسك العصا من الوسط، لا يكون إيرانيا ولا يكون سعوديا، بل يكون وطنيا عراقيا قادر أن يساوي الخلاف ويقرب وجهات النظر بين الدولتين الجارتين للعراق، وهم جارتين أساسيتين للعراق. ما يقوم به السيد الكاظمي من تقريب وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية شيء جميل، ولكن يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد أن تقف مع القوى السياسية العراقية الموجودة في داخل العراق، كذلك تقف مع تدعم المفروض الجمهورية الإسلامية تدعمه والمملكة العربية السعودية تدعمه للوصول إلى بر الأمان بين الدولتين، والمستفيد الأول هو العراق. يعني هل سيكون التوافق بين إيران والسعودية يعني ذي تداعيات إيجابية على العراق برأيكم؟ بالأكيد أكيد، بل أكيد أكيد 100%، بين كل ما أين أحيا تنازع أستاذ؟ الطرفين، كل ما تنازع الطرفين دفعنا نحن الثمن بصراحة. الهدوء 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 بين دولتين هو هدوء لبلدي لوطني لعراقي. يعني هل تقصد أنه سيكون هناك تداعيات إيجابية من الناحية الاقتصادية مثلا؟ من الناحية الاقتصادية أكيد، لأن السعودية لها طموح باستثمار أراضي في العراق من باب الزراعة والصناعة، كذلك الجمهورية الإسلامية تنظر بأن العراق هو جزء من الحديقة الخلفية لها، إن كانت زراعية وإن كانت صناعية وإن كانت أمنية. الطرفين ينظر إلى العراق بأنه البوابة الأمنية لاستقراره لاقتصاده لزراعته، لذا علينا أن نستثمر هذه الفرصة بين الطرفين ونكون نحن المستفادين من الدرجة الأولى، وهذا ما يخطط له الكاظمي بذكاء. طيب، يعني ملفات كثيرة صراحة داخلية وخارجية وإقليمية أيضا، لو تحدثنا عن تأثير هذه الزيارة على المنطقة وأخص بالذات اليمن. يعني أعلن قبل قليل السيد الكاظمي عن جملة اتفاقيات ومن بينها الهدنة في اليمن، يعني هل يمكن أن نشهد هدنة دائمة في اليمن بعد هذه الزيارة؟ بالنسبة إلى اليمن، هاي تتعلق بالجانب السعودي بصفته كالمسؤول الأول عن الهدنة في اليمن، أما العراق هو مجرد وسيط، يعني مجرد وسيط يطرح بعض الأفكار، ينقل الرسائل من الجمهورية الإسلامية إلى المملكة العربية السعودية، ولكن تبقى قضية هدنة اليمن هي قضية خليجية سعودية، يعني نراها 90%، ولكن يا ترى الكاظم هل ينجح بالهدنة بين السعودية واليمن؟ نعم، إن تكاتفت الجهود تضافرت الجهود بين السعودية وإيران والعراق ودول الخليج ومصر الاستعانة الخليجي ستكون هدنة في اليمن، وأعتقد يعني الشعب اليمني وصل إلى مرحلة يستحق أن يكون، أو الأطراف بكاملها المنطقة تستحق أن تكون هناك هدنة لمصلحة الجميع، وليس فقط لليمن وليس فقط للسعودية والعراق وإيران، بل هي لكون الأمن أصبح أمن قومي شامل، الأمن القومي العربي أصبح أمن قومي شامل، لذا إيران أصبح عفوا. نعم، أشكرك جزيل الشكر. من بغداد كنت معنا السيد محمد السعبري، سياسي ومستقل، شكرا لهذه المداخلة.